اليوم نرمين ذكرى 77، ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية. اليوم نحكي عن أهمية يمكن معاني وقيم الجلاء، عن المؤسسة العقائدية رجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري إلى اليوم. اليوم عم يقدموا تضحيات عظيمة في تحية لكل رجال الجيش العربي السوري، ونقول لهم كل عام وهن عزنا ونصرنا وفخرنا. أكيد أكيد نور، أكيد بدنا نعايد كل جندي اليوم مرابط على الجبهات. مرت 11 سنة من الحرب على سوريا، كل يوم نستذكر هي القيم والمعاني يلي مرت والروح المعنوية اللي كانت بهديك الأيام. لنحكي أكثر مثل ما قلتي عن قيم الجلاء. أكيد بيسعدنا نرحب بالعميد الركن محمد يوسف صالح، مدير فرع المتاحف وتاريخ العسكري في الإدارة السياسية. أهلا وسهلا فيك، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير، وشعبنا وجيشنا وقائدنا القائد الرمز السيد الرئيس الفريق بشار الأسد بألف ألف خير. يسعد صباحك، وأكيد ينعاد عليك بالخير والصحة. بالبداية لما نقول يوم الجلاء، هي ذكرى عزيزة على قلوب كل السوريين، يمكن إلى اليوم نحن ندفع ثمن جلاء المستعمر، لأنه دائما الأعين على سوريا، دائما بتلاقي المستعمر الأجنبي طامع في الأراضي السورية. خلينا نحكي عن معاني وقيم الجلاء اليوم، ويمكن نحن ربينا على هي المعاني والقيم، أهلنا ربونا عليها من نحن وصغار. طبعا في البداية نتوجه بالرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار، أكيد الرحمة لجميع أكرم من في الدنيا وألبا بني البشر، والذي قدموا أغلى ما يملكون من أجل حريتي واستقلالي هذا البلد، والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال. أيضا ما بخلوا أبدا من أجل أن يبقى هذا الوطن حرا ومنيعا، وعودة مظفرة إن شاء الله قريبا لمفقودينا، والنصر دائما وأبدا مكتوب وبأحرف من نور يخطه رجال الجيش العربي السوري. طبعا يستحضر السوريين هذا اليوم، وهو يوم هام في تاريخ سوريا، وهو عيد الجلاء، جلاء المستعمر الفرنسي، والذي أتى نتيجة أعمال بطولية استمرت لسنوات وتوجت بإرادة نضالية ووطنية رسخها رجال الاستقلال في سوريا حتى يتحقق النصر. هؤلاء الأبطال يوسف العظمي وسلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنان، والقائمة تطول، ويوسف العظمة صحيح، والقائمة تطول. هؤلاء حقيقة خاضوا معارك الشرف والتضحية والفداء من أجل استقلال سوريا وصون حرية سوريا وكرامة سوريا. هذه البطولات وهذه التضحيات ترسخت في عقلي وفي وجداني وفي ضميري وفي ذاكرتي كل مواطن عربي سوري، وأصبحت هذه التضحيات وهذه البطولات نقطة انطلاق وصفات أساسية يتصف بها المواطن السوري. فالسوريون لن يقبلوا أبدا في الذل ولا الاستسلام ولا الخضوع ولا الخنوع أبدا، هم يرفضونها بالمطلق، هم مستعدون أن يقدموا أغلى ما يملكون صحيح من أجل الدفاع عن وطنهم والزود عن حياض هذا الوطن بدمائهم بأرواحهم بأغلى ما يملكون. فأصبح هذا الأرس، أرس الجلاء الذي خطه أجدادنا منذ الاستقلال والذي ترسخ في وجدان كل مواطن عربي سوري، أصبح صفة أساسية من صفات هذا المواطن أن يقدم أغلى ما يملك من أجل أن يبقى وطنه حرا ومنيعا. سيادة العميد، اليوم تضحيات الجيش العربي السوري ليست خافية على أحد، خلينا نحكي مع حضرتك عن عوامل انتصار الجيش العربي السوري وتحقيق الجلاء. في حقيقة الأمر هي العوامل كثيرة صحيح، والعوامل متنوعة، ومنذ فجر الاستقلال حتى تاريخ هذه اللحظة إذا أردنا نتحدث عن هذه العوامل فنحن بحاجة إلى أعتقد حلقات كثيرة، لكنني أنا سوف أتطرق إلى بعض وأهم العوامل التي ساهمت في عملية الانتصار. طبعا أولى هذه العوامل هي التربية والعقيدة الوطنية التي يتربى عليها السوريون كل السوريون. فالتضحية والبسالة والشهادة والفداء والدفاع عن الوطن، هذه كلها هي جوهر ومضمون التربية العقائدية والتربية والعقيدة
الوطنية اللي تربى عليها السوريون في مجتمعاتهم، في مدارسهم، في بيئتهم، في مدارسهم. المؤسسة العسكرية فقط هي تؤطر هذه الأفكار، تسقلها، تسبكها، لكن هؤلاء السوريون هم تربوها، نحن تربينا في أسرنا، في بيئتنا، في مجتمعنا، في مدارسنا هذه القيم الوطنية، الشجاعة والبسالة والشهادة وإلى ما أمنا. فهذا عامل مهم جدا، هي التربية والعقيدة الوطنية. العامل الثاني والمهم هو الحاضنة الشعبية لهذا الجيش. صحيح. نحن نعلم أن، وهذا أمر طبيعي، يعني العسكريون هن أبناء هذا الشعب، ومن الطبيعي جدا أن يكون هذا الشعب مع أبناء. فهذه الحاضنة الشعبية التي أيضا قدمت أعز ما تملك وأغلى ما تملك لهم أبناؤها، فتدعمهم حتى يستمدوا منها الصمود والنضال والتضحية والفداء والروح المعنوية العالية. فصمود الجيش هو يتناسب طردا مع دعم هذا الشعب، والعكس أيضا صحيح. النقطة الثالثة هي تماسك المؤسسة العسكرية. نحن نعلم جميعا منذ عهد الاستقلال حتى تاريخ هذه اللحظة، المؤسسة العسكرية كانت في مرمى واستهداف القوى الاستعمارية والمتآمرة على الدولة السورية، وخاصة خلال فترة الأزمة على سوريا أو المؤامرة الكونية على هذا البلد. لكن بقي الجيش صامدا ولم يستطيع أن يفتت هذه المؤسسة العسكرية، لأنها مبنية على عقيدة وطنية قل نظيرة، عنوانها هو الشهادة أو النصر. صحيح. والشهادة أولا لأنه قولا واحدا هي الطريق لتحقيق النصر، وأيضا عنوانها هو مضمون التربية التي تربوا عليها لحب الوطن والدفاع عن هذا الوطن. فتماسكها هو عامل مهم جدا لم يستطيعوا بالمطلق، لأنه لو انهار الجيش قولا واحدا سوف ينهار الشعب وينهار البلد في النتيجة النهائية. رابعا القائد الاستثنائي، القائد البطل، وأنا أقصد به خلال هذه الفترة أو فترة الأزمة، هو القائد الاستثنائي السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، والذي استطاع بصبره وبصموده وبخبرته أن يفكك كل خيوط المؤامرة التي كانت تحاك على هذا البلد. ومن صموده وصبره استطاع الجيش العربي السوري أن يحقق الانتصار. وهناك علاقة تبادلية، صمود الجيش من صمود القائد، وصمود القائد ومن صمود الجيش وصمود الشعب، وهذا أيضا عامل مهم ومهم جدا. هناك عامل آخر أيضا ساهم في الانتصار أو في تحقيق الانتصار. نحن نعلم أنه الجيش العربي السوري منذ عهد الاستقلال حتى تاريخ هذه اللحظة هو خاض معارك كثيرة وانتصر في معظمها. هذه المعارك الكثيرة التي خاضها الجيش العربي السوري تراكمت عنده مجموعة وكم هائل من الخبرات والمعارف القتالية. هذه الخبرات وهذه المعارف القتالية سخرها الجيش العربي السوري في مواجهته لأعدائه، وخاصة في مواجهته للتنظيمات الإرهابية المسلحة في المؤامرة الكونية على سوريا منذ عام 2011 حتى تاريخ هذه اللحظة، وامتلاكه إلى السلاح الحديث، السلاح المتطور، وبسرعة قصيرة جدا. إذن هو استطاع أن يملك سلاحا حديثا، خبرته القتالية في الميدان استطاع أن يستفيد منها في عمليات تكتيكية وفي مناورات قتالية جعلت منه أن يكون سهل الحركة على الأرض ويفاجئ الأعداء أو الإرهابيين، وهذا في حقيقة الأمر نتج على أرض الواقع حيث استطاع الجيش العربي السوري أن يطرد التنظيمات الإرهابية المسلحة من معظم الأراضي السورية، يعني 80 أو 85%. وإن شاء الله بإذن الله سوف يكون هناك إنجاز لجلاء جديد، تكون سوريا خالية تماما من الإرهابيين وداعميه إن شاء الله يا رب. لما نقول جلاء المستعمر يعني سيادة واستقلال وعزة وفخر، لأنه يمكن إلى الآن في بعض الدول هي محتلة، بس حتى لو الجيش ما نوع على أراضي الجيش الاحتلال في تبعية أساسا. فخلينا نحكي عن أهمية الجلاء اليوم، ما الذي حققه الجلاء للسوري اليوم عبر التاريخ؟ طبعا أنا قلت منذ قليل أنه يوم الجلاء هو يوم أغر في تاريخ الجمهورية العربية السورية، وهو أتى أيضا نتيجة تضحيات استمرت لسنوات وتجلت فيها الإرادة الوطنية والنضالية بأبهى صورة. هذه الصورة هي التي حققت إرادة الانتصار على المستعمر ومؤامراته.
حققت الانتصار في البداية على المستعمر الفرنسي وأرغمته وألزمته على أن يغادر هذا البلد. فهذه أو هذا الانتصار الذي تحقق وعوامل النصر التي توفرت كانت هي نقطة انطلاق لانتصارات متتالية. نحن نعلم منذ فجر الاستقلال حتى تاريخ هذه اللحظة، هذه المنطقة بالعموم وسوريا بالمخصوص أو خصوصي كانت دائما أبدا محطة أطماع القوى الاستعمارية الأمريكية الإسرائيلية البريطانية التركية الفرنسية إلى ما هنا. طبعا هذه المؤامرات كلها فشلت وتكسرت على صخرة صمود هذا الشعب وتضحياته. لا بل العكس من ذلك، هي تتجلى الآن بمواجهة أقذر حرب إرهابية عرفها التاريخ. لا بل هي أقذرها على الإطلاق. صحيح، لأنه أساساً في محتل، لما تقول محتل في جيش عم تحاربه. تماما. أصعب لأنه تماما. في جيش مموه يعني ما بتعرف من أي جهة عم يجيك. صحيح تماما. أما هناك تنظيمات إرهابية طبعا ما يعني نعطي تفصيلا أكثر، إنما وجود هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة والانتصار عليها مع داعميها، طبعا هذا الانتصار هو أتى أنا كما قلت نتيجة انتصارات سابقة كان قد حققها الجيش العربي السوري بصمود وتضحيات هذا الشعب، استطاع أن ينتصر على هؤلاء الإرهابيون. ونحن نقول وبهذه المناسبة بصمود جيشنا وتضحيات شعبنا وشجاعة وحكمة قيادتنا سوف يكون هناك إنجاز لجلاء جديد إن شاء الله. هذا الجلاء سوف يكون على كامل تراب الجمهورية العربية السورية، وسوف تكون سورية لكل السوريين وخالية من الإرهاب، وإن شاء الله سيكون الموعد قريب إن شاء الله يا رب. هي أمنية كل السوريين بعد 11 سنة من الحرب. خلال حديثك كنت عم تذكر وتركز على فكرة أنه الجيش العربي السوري هو ابن الشعب، فخلينا نحكي اليوم عن النصر. اليوم من حققوا النصر بالجلاء هم نفسهم من يحققون النصر اليوم على الإرهاب، لنحكي أكثر عن هذه المقاربة مع حضرتك. طبعا أنت سألت سؤال هام جدا، وهذا السؤال في حقيقة الأمر قد يحتاج إلى بعض من الوقت، فاعذروني إذا أسهبت في الشرح قليلا حول موضوع الجيش العربي السوري. الاستقلال هو لم يأتي بالاستجداء، ولم يأتي بالعواطف، ولم يأتي بالدموع، هو ثمرة نضال وتضحيات قدمه أجدادنا وشعبنا في تلك الفترة مع الإمكانيات المتواضعة التي كانت متوفرة بين أيديهم حتى تم إنجاز الاستقلال، وأرغام المستعمر الفرنسي على مغادرة هذا البلد. صحيح. وتركه لأهله يقرروا مصيرهم كما يشاء. الآن الجيش العربي السوري بما يملكه من إرادة وطنية متينة ودعم شعبي منقطع النظير وخبرة قتالية عالية ومتراكمة منذ آلاف السنين وقيادة حكيمة، إذن هو مجموعة من العوامل يستند عليها الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة. وهذا تجلى أنا كما قلت منذ قليل في مواجهته للمؤامرة الكونية، هذه المؤامرة التي بدأت منذ عام 2011 ومستمرة حتى تاريخ هذه اللحظة. أنا إذا شرحت قليلا في هذا بهذا التفصيل، نحن قلنا أو ليش نتحدث فيها عن المؤامرة الكونية، عندما نقول أن هناك عشرات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية المسلحة، عندما نقول أن هناك عشرات المحطات الإعلامية المسخرة لخدمة هؤلاء الإرهابية، عندما نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات التي دفعت من أجل تفتيت سوريا وأنهاك شعبها وتدمير جيشها، هذه كلها ليست من السهل على جيش في الكون في العالم أن يصبر ويصمد ويواجه هذه المؤامرة الكونية. لا بل العكس من ذلك، هم عندما فشلوا في المواجهة في الميدان مباشرة، قبلها هم فشلوا في الإعلام، يعني كان استهداف الجيش إعلاميا. صحيح. وهنا أيضا هناك تفاصيل كثيرة، يعني كما يقولون في لغة السياسة، يعني الجيش ارتكب والجيش فعل
والجيش والجيش إلى ما هنالك. وكان الهدف منها هو تماما يعني خلق شرح عفوا ما بين الشعب والجيش والقيادة والعسكريين بما أنفسهم فيما بينهم. لكنهم فشلوا، هم لم ينجحوا بالمطلق في أن يكون هناك استهدافا إعلاميا، لذلك هم سعوا إلى الاستهداف العسكري. ومع كل أسف الاستهداف العسكري كان من الداخل ومن الخارج. شزاز آفاق بمئات الآلاف من الإرهابيين أتوا فيهم من كل من أتوا بهم من كل أصقاع الأرض صحيح. إلى هذا البلد لمواجهة الشعب والجيش. فكان الاستهداف العسكري، استهداف السكنات العسكرية وخطوط الإمداد العسكرية والمطارات العسكرية والعسكريين، هذا الاستهداف. والاستهداف الخارجي، القصف الأمريكي والقصف التركي والقصف الإسرائيلي على مواقع الجيش العربي السوري. إذن استهداف هذه المؤسسة العسكرية إعلاميا واستهدافها عسكريا لم ينجح، فقد استطاع الجيش العربي السوري متابعة المهام الموكلة إليه وتنفيذها بكل حرفية ونجاح، واستطاع أن يحقق النصر على هؤلاء الإرهابيين وعلى داعميه، وأن ينجز مهام قتالية عجز عنها أو يعجز عنها أعتى جيوش العالم. إذا نظرنا لخريطة الجمهورية العربية السورية الآن نجدها أن حوالي 80-85% من الأراضي السورية هي مطهرة من التنظيمات الإرهابية المسلحة، وهو مستمر هذا الجيش بعقيدته الوطنية وبدعم شعبه وبفكره وبإرادة القتال الموجودة إليه، إرادة الموجودة لديه. هذه الإرادة مبنية على شعار فقط لا غير، شعار واحد هو الشهادة أو النصر. والشهادة أولا هي الطريق إلى النصر. قدم الجيش الآلاف من الشهداء وقدم الآلاف من الجرحى، ما من بيت في سوريا يخلو من شهيد أو جريح أو مصاب أو مفقود. ورغم كل هذا، رغم كل هذا، ما من بيت تتحدثي مع أهله أو تزوريه إلا وكان الجواب أنه سوريا يجب أن نحميها بأبنائنا وبدمائنا، وإن كان هناك شهيد فليكون شهيدان أو ثلاثة شهداء، لكن بالمقابل يجب علينا أن نحافظ على هذا البلد حرا ومنيعا. وهو شعار، وهو شعار الجيش العربي السوري. الشهادة هو النصر، والشهادة أولا لأنها هي الطريق إلى النصر حتى يحقق الأهداف المرسومة له من قبل قيادته والمستوى الأعلى. أكيد تحدثنا مثل ما قلتي مع سيادة العميد محمد يوسف صالح، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. كنا عم نحكي عن المعاني اليوم النصر وأهمية اليوم ذكرى الجلاء في يعني ذاكرة السوريين. رح ننتقل لموضوع ثاني هو الشهادة والشهداء. مثل ما ذكرت حضرتك قبل الموجز، ما في بيت اليوم ما خلي من تضحيات، ما في بيت ما قدم الشهداء يعني. ولكن لافت أيضا هو الروح المعنوية اليوم عند كل أسرة سورية. خلينا نحكي عن معنى الشهادة والشهداء والحالة المعنوية اليوم اللي عم تكون عند أهل الشهيد. لا، نحن قلنا منذ قليل أن أصل الوطن في حقيقة الأمر مهما قدمنا نحن السوريين لهذا الوطن نعتبر أننا قدمنا الشيء القليل أمام ما عظمة ما قدم رجالنا، رجال الاستقلال. يعني حادثة الشهيد يوسف العظمي كان وزيرا للحربي، فذهب وهو معه عدد قليل وبأسلحة متواضعة لمواجهة الجيش الفرنسي الغازي صحيح. ولم يرضى نفسه أن يكتب التاريخ أن فرنسا دخلت إلى سوريا ولم يكن هناك أي مقاومة، وهو وزيرا للحربي صحيح. وهو يعلم علم اليقين أنه سوف ينال شرف الشهادة، فهو لم يفكر في المطلق ما هو الثمن، هو يفكر فقط في وطنه وآلية الدفاع عن وطنه. فالشهيد هو لا يفكر أبدا أنه أنا ماذا قدمت بالمطلق. وهذه أتت من تربية كما تحدثنا في السؤال السابق، من تربية نالها وتعلمها وتلقنها في إسرته وبيئته ومحيطه، أن الوطن هو أغلى وأثمن ما يملك الإنسان. وبالتالي هو لم يفكر هذا الشهيد بما سوف يقدم، ويفكر فقط كيف يحمي هذا الوطن، كيف يحمي إسرته. هو تربى أن الأرض كالعرض، وبالتالي هو يدافع عن أرضه فهو يدافع عن أرضه. ولذلك فكانت المؤسسة العسكرية، إذا أنا أخصيتها تحديدا، هي أكثر المؤسسات التي قدمت الشهداء وجرحى ومفقودين، لأن هي المعنية رقم واحد
في الدفاع عن هذا الوطن. صحيح. طبعا كل فئات المجتمع العربي السوري هي معنية، لكن الجيش بصفته خط تماس الأول مباشرة. صحيح. والخط الدفاع الأول والمعني رقم واحد في الدفاع عن هذا الوطن، فقدم الآلاف من الشهداء. وأنا قلت منذ قليل ما من بيت أو من أسرة إلا وفيها شهيد أو جريح. صحيح. ولكنه مقتنع قناعة مطلقة أنه قدم الشيء القليل لهذا الوطن. وبالمقابل أيضا قيادتنا السياسية والعسكرية الحكيمة وعلى رأسها السيد الرئيس القائد المناضل الرئيس بشار الأسد لم تبخل أبدا في عطاءاتها لهؤلاء الشهداء. هناك كم هائل من المراسيم التي صدرت فيما يخص أسر الشهداء. صحيح. من بطاقات الشرف والتعليم المجاني ومدارس أبناء وبنات الشهداء طبعا بما يتضمنه من تدريس وتعليم وتخصيص مقاعد حتى في الجامعات الخاصة وبنسب محددة لأبناء الشهداء واستثناءهم أيضا في المفاضلات بمفاضلة خاصة بأبناء الشهداء والتوظيف أيضا نسبة التوظيف. أنا أعدد اللي ما يعني ما تسعفني به الذاكرة وهو عدد كبير كتير. أيضا موضوع التوظيف هناك 50% مخصصة لأسر الشهداء، أيضا تخصيصهم في مسكن، أيضا تخصيصهم ببطاقات شرف للسفر والعلاج وإلى ما هنالك، طبعا أب الشهيد وأم الشهيد وزوجة الشهيد، أيضا من خلال توظيف يعني أي أسر شهيد حاليا زوجته أو أولاده إذا لم يملكون أي وظيفة فيستطيع أن يتقدموا على. إذا هي مجموعة وكم هائل من العطاءات، طبعا هي قليلة أمام معظمة ما قدم هذا الشهيد، لكن يعني هي عبارة عن ليس هي رد الجميل لكن هي فقط لفتة كريمة لأسرة هذا الشهيد، احتضانها، تعليمها، تعليم أولاده في المستقبل، تكريم أسرته حتى يستطيعون أن يقولوا أنه هذا ما قدمناه نحن لهذا الوطن هو يستاهل أن يقدم أكثر فأكثر حتى يبقى هذا الوطن عزيزا ومنيعا. فالشهادة والشهداء عنوانان أساسيان يتربى عليها كل مقاتل في الجيش العربي. صحيح. السوري نادرا أن تشاهد مقاتلا في الجيش العربي السوري إلا يقتنع قناعة مطلقة أنه هو مشروع شهادة. ودليلنا أن كم هائل من الأمثلة وأن كم هائل من في تاريخنا مسجل على عدد كبير وكبير جدا نفذ عمليات استشهادية. بالمناسبة سوريا هي من أسست المدرسة الاستشهادية على مستوى الوطن العربي بالكامل، يعني منذ حميدة مصطفى الطاهر وخالد أكر والحديث يطول حتى تاريخ هذه اللحظة. نحن في ظل الأزمة التي قدمنا الآلاف من الشهداء هناك الكثير من الأعمال البطولية اللي قاموا فيها مجموعة من المقاتلين هم يعرفون أنهم ذاهبون إلى الشهادة، لكن في عملهم قد يكونوا أنقذوا مجموعة من رفاقهم أو مجموعة أو مستودع أو نقطة أو إلى ما هنالك. صحيح سيادة العميد، والحديث يطول لما نحكي عن الشهادة والشهداء، الرحمة لجميع الشهداء أكيد. نعم. والصبر والسلوان لجميع أهاليهم. يمكن 10 سنوات من الحرب قدمنا الآلاف من الشهداء. صحيح. يعني طريق النصر كان ثمنه جدا غالي لتحقيق النصر اليوم على الأراضي السورية. خلينا نحكي أهمية وجود اليوم متاحف تحتضن ذكرى الجلاء. نحن بنشوف بكل المتاحف السورية في حصة كبيرة لكل ما يتكلم عن تاريخ ذكرى الجلاء. هذا بالطبع هو موضوع مهم جدا أن يكون هناك متاحف تحتضن التاريخ، تاريخ سوريا. هذا التاريخ تاريخنا مشرف، يعني منذ الفتح الإسلامي مواجهة المغول والتتار والصليبيين والعثمانيين والاستعمار الاستعمار الفرنسي ومن ثم المقارات الإسرائيلية ومن ثم في الأزمة الأخيرة الأجيال المتعاقبة. هذه الأجيال يجب أن يكون راسخا في وجدانها كما قلنا في السؤال الأول، يجب أن يرسخ في وجدانها دائما وأبدا. صحيح. يرسخ في وجدانها دائما وأبدا تاريخنا. هذا التاريخ هم يقرؤوه في المدارس، هم يقرؤوه في المدارس. صحيح. وعلى المراحل التعليمية بالكامل يقرؤون عن الشهادة ويقرؤون عن الشهداء، يقرؤون عن البطولات، يقرؤون عن يوسف العظمي، يقرؤون عن حرب تشرين التحريرية، لكن الجيد أن يشاهدوا بأم العين التفاصيل. مثلا ما هي الأدوات التي تم استخدامها. نحن في سوريا حقيقة الأمر نملك صرحين حضاريين ألا نظيرهما في العالم اللي هي بانوراما حرب تشرين التحريرية. صحيح. وصرح الشهيد في قاسيون. حقيقة بانوراما حرب تشرين
هي تحفة فنية ومعمارية تضم في أرجائها كم هائل من اللوحات ومن المخطوطات ومن الأدوات اللي استخدمها المقاتل السوري وقبل المقاتل حتى العربي منها صحيح. اللوحات تجسد موقعات اليرموك وحطين وبطولات خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي وإلى ما هنالك. وأيضا هناك أدوات عسكرية استخدمها أجدادنا لمقارعة الصليبيين وقبل وبعد. وأيضا تضم لوحات ومخطوطات كانت يستخدمها أجدادنا أبطال الانتصار الشيخ صالح العلي والشيخ سلطان وسلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو ويوسف العظمة. هذه اللوحات كلها موجودة حتى حرب تشرين التحريرية هناك كم هائل من السلاح. هي بوابة أساساً. تماماً. فعندما عندما تكون هذه موجودة يبقى هذه الأجيال تطلع وتشاهد. أصلاً صرح الشهيد يوسف صرح الشهيد في قاسيون أيضاً هو يضم كم هائل من اللوحات ومن الأدوات. ونحن في هذين الصرحين حقيقة على مدار العام نحن نستقبل العشرات من الوفود الطلابية والشبابية عربية منها وأقليمية وحلية كثيرة. هم يطلعون بشكل دائم على هذه اللوحات وهذه المعروضات ويعرفون أن هذا المسدس مثلا كان للشهيد يوسف العظمي، هذا السيف كان يقاتل فيه خالد الوليد وهكذا. فهي ضرورية جدا حتى تبقى حية في ذاكرة هذه الأجيال المتعاقبة حتى تبقى تعيش دائما وأبدا. أنه نحن في عنا تاريخ نفتخر فيه، هذا التاريخ نحن شفناه بأم العين، مو بس يعني فقط نحن انه قراناه على الرواق في المدارس. مثل ما قلت سياده العميد، هي المتاحف اليوم والاماكن المخصصه هي ذاكره حيه لهذا الجيل والاجيال القادمه. حابين نختم مع حضرتك، اذا في كلمه بتحب اليوم توجهها عبر شاشه الاخباريه السوريه تفضل. انا اشكركم على هذه الاستضافه، ونحن حقيقه نقول في هذا اللقاء كل عام وانتم بخير، كل عام وجيشنا في خير. وأنا سعيد جدا أن أتحدث باسم المؤسسة العسكرية، ونحن أبناء هذه المعسكرية أبناء هذه المؤسسة العسكرية نعاهد الله والوطن وقائد الوطن السيد رئيس الفريق بشار أسد أن نكون عند حسن الظن شعبنا بنا وقيادتنا بنا، وأن نحقق النصر على أعدائنا وعلى داعمي الإرهاب وداعمي هذا الإرهاب. وما نشهده الآن في هذه الفترة من حراك سياسي حول سوريا صحيح ما هو إلا دليل قاطع على انتصارات جيشنا وشعبنا وحكمة قائدنا. وإن شاء الله في هذه المناسبة السعيدة أنا أقول لكم إن شاء الله وفي وقت قريب وقريب جدا سوف ينجز جلاء جديد للجمهورية العربية السورية، وتكون السورية لكل السوريين قولا واحدا. أكيد نشكر وجودك معنا سيادة العميد، ومثل ما قلت حضرتك يا رب السنة الجاي بالذكرى 78 لعيد الجلاء نكون عم نحتفل بجلاء آخر إرهابي عن أرض سوريا. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير، كل عام جيشنا وشعبنا ووطننا وقائدنا القائد الرمز السيد رئيس الفريق بشار الأسد بألف ألف خير. شكرا لك سيادة العميد، وينعاد عليك بالخير والصحة وعلى جميع رجال الجيش العربي السوري.